بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. التيله مظبوطه يا باشمهندس؟ عندهم هم الاثنين تمام جدا. تمام. ممكن تكلمي استاذة صبا؟ ما انا بتكلم بقى لي ساعه. قربي يا استاذة نشوى عشان مايك واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي يا جماعه. اوكي تمام. اوكي بلاش نلكلك يا مروان. ها حاضر. بلاش نلكلك. اوكي يا مروان. حاضر يا باشمهندس. يا استاذ انا ما بلكلكش. انا الحلقه بعد اذن حضرتك. انا قلت دي حلقه متلكلكه سامحني. شو يعني متلكلكة؟ انا قلت كده لان انا مش عجباني الحلقه. لو حضرتك مش عايزني اقوم ومن فضلك انا الحلقه مش تتشطب ومش موافقه عليها. فانا ما اقول حضرتك ما تتريقش عليا. لا حضرتك احنا لا انت بتقول مش عايزين نلكلك عشان انا قلت انا مش عايزه حلقه متلكلكه. فانا بقول لحضرتك من فضلك لو حضرتك مش عايزني انا ما اتصلتش. قلت لكم لو سمحتوا مستضيفوني. سكوت. فضل. مساء الخير مستمعينا. النهارده منورنا ومشرفنا في الاستوديو نجمه جميله جدا جدا ممثله اردنيه جميله. هي النجمه صبا مبارك اللي مشرفانا ومنورانا النهارده. صبا ازيك؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ تمام يا مروان. شكرا تمام؟ لك. شكرا لك على الحمد لله على السلامه. دي اول حاجه. اخبارك ايه؟ والله تمام. هينا عم نشتغل. طيب صبا هنبتدي معاكي على طول. طبعا منورانا كمان النجمه نشوى مصطفى. ازيك يا نشوى؟ كويسه الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. كويسه الحمد لله. صبا انت قلتي في احد الاخبار اللي نزلت عنك في الجرايد احب احتفظ باسرار حياتي لنفسي، حياتي الخاصه تحديدا. صح. ليه؟ لانه هذه يعني بالنتيجه موضوع يخصك انت. ما حدا بيحب حدا يطلع على شباك بيته ويشوف شو عم بيعمل جواته. نشوى انت بتحبي حد يتدخل في حياتك الشخصيه؟ طبعا ما فيش حد بيتدخل في حياه حد، واي انسان في الدنيا بيحب يبقى ليه خصوصيات يعني تخصه. ممكن اسمح لحد انه يدخل في حياتي بس اذا كان حد قريب مني وانا عايزه اعرف رايه، لكن مش صبا. صبا عايزه اسال مسلسل بلقيس. بتقولتي انت طلعتي خبر وقلتي انا مرتعبه، انا خايفه من مسلسل بلقيس. الاول عايزين نعرف ايه المسلسل ونعرف ليه انت مرتعبه. يعني اظن واضح ايه المسلسل. هو بلقيس. الملكه بلقيس. ايوه تماما. وكنت مرتعبة مش من المسلسل، من شخصية بلقيس نفسها. هيك من شخصية بلقيس لأنه هي شخصية صعبة كتير وعلم، وحتى في جزء منها مذكور من قصتها بالقرآن الكريم. صبا تحبي تسمعي معنا إيه؟ أغنية بتقصد؟ أي شيء لفضل شاكر بحبه كتير. مستمعينا خليكم معانا بعد الفاصل. معانا الفنانة الجميلة والنجمة صبا مبارك، ومعانا كمان النجمة نشوى مصطفى. تابعونا هنرجع على طول. شكرا يا جماعة. أنا أسفة طبعا في أول لقاء إن أنت شايفاني متنرفزة. أستاذي الفاضل. أيوة أستاذة نشوى. أنا لما قلت حضرتك عيد الحلقة فكان المفروض عيدها لوحدي، لكن حضرتك تقعدني عشان تهزقني وعيني وراسي. طبعا صبا ضيفتنا وعيني وراسي، لكن أنا ما ينفعش. يلا يعني بالمره يلا. اوكي فانا انت اللي قبلتي ده يا نشوى. لا لا انا قلت لحضرتك انت اللي قبلتي ده يا نشوى. لا انا اسف انا قلت لحضرتك انا هاجي هعمل اعيد الحلقه. فانت مش عايز مش عايزين تقعدوا عشان في ماتش النهارده وعايزين تروحوا بدري. لا مدام الله يخليك انا اسفه. اقعدي بس احكي. انا اسفه وفرصه سعيده سامحيني كان نفسي والله وانا اسعد. بس اسمعيني بس انا نجمه زي حضرتك بالظبط. لا لا واهم من مليون. لا 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 ما ينفعش اتهان وتبقي حضرتك قاعده. لا لا ما فيش. ماشي يا استاذ. طيب لما تعرفوا يا يا نشوى انت محدش قال لك. استاذ مروان يعرف قيمه نشوى مصطفى يا استاذ. بس هدي شوي. لما يتعرف انت سؤال انا وسؤال هي. لا 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 ما بحبش اتهزق. لا لا نشوى نشوى انا اسف. استاذ نشوى حد ياخد منها المايك. خد يا سلام يا سلام. عشان ده عهده حضرتك. حد ياخد منها؟ ده انت لطيف جدا. تصدق ان انت دمك خفيف؟ ما بصير ما بصير. وحياة ربنا دمك خفيف. نشوى لو سمحتي ممكن تقعدي. ايه يا استاذ؟ طولي بالك عشان ايه ده؟ فاصل يا استاذة نشوى. طب نعمل فاصل. احنا مش بفاصل اصلا. لا انها تطلع تطلع في فاصل. يلا نرجع. ماشي تلفي بالقفزي بتاعها شويه. اوف كده بس سنه كده عشان الليفل بتاع الصوت هيك. تلفي بالقفزي بتاعها.
هيك منيح. بصي لو عايزه تقفي تسندي كده، لو عايزه لا لا خلص انت ارتاح بس خليك كده. شوف وضع هيك تمام. وحافظي على الاوفزي بتاعك. الاوفزي اللي هو المسافه ما بين المايك اللي فوق المايك. الاوفزي اوكي. يلا جاهزين؟ يلا يا باشمهندس اتفضل. رجعنا لكم تاني مستمعينا، ولسه منورنا ومشرفنا الفنانه الجميله صبا مبارك، وبنتكلم عنها النهارده في حاجات كتير. مسلسل الجماعه انت طالعه ضيفه شرف. شايفه ان ضيفه شرف على فنانه لسه انت يعني دورك او الادوار المفروض تتعرض عليكي ادوار بطوله، ادوار فيها مشاهد كبيره، ليه شاركتي كضيفه شرف؟ ما فيش شيء اسمه دور طويل ودور قصير. الدور هو دور مهم او دور غير مهم. هذا المسلسل فيه النجم احمد حلمي، فيه نجمه منى شلبي، هند صبري، فيه نجوم كتير كبار بالقدر وبالقيمة وفنيا عم بيشاركوا بهذا المسلسل بمشهدين وثلاثة وأربعة. عم ستريتشنج شو بلا طول بالك. لا لا استنى شوي. شو لا مش مركزة يا أخي. أنا معك يا صبا تفضل. شو عم تعمل ستريتشنج؟ في عندك ماراثون يعني هلا؟ لا ستوب. في يا أستاذة صبا شو اللي بصر شو كذا فيها صبا؟ انا قاعد من بدري. ما تركز انت انا مركز معاك. بتعرف شو انا هلا شفت الست انت اوحيت لي انها يعني هي متعصبه ابصر شو انت بتوتر الاعصاب هيك كل الوقت عم تعمل وها وكذا. انا والله انا قاعد بقالي كتير فبس ده اللي انا عملت. ما عملتش حاجه غير اطلع خد لك لفه وارجع اعمل لقاء زي العالم والناس بدل ما انت قاعد بقى. خليهم يجيبوا لي مي اذا سمحت. يا باشمهندس مازن شو الحكي فاضي؟ تشربي ايه طيب غير المي؟ هاتوا الاستاذه صبا جندبيل. تشربي ايه غير المي؟ ايه جندبيل يعني شو؟ مشروب ساخن زي اليانسون زي يعني جنزبيل. جنزبيل انا ما اعرفش اسمه. لا بلاش جنزبيل. صبا خدي منه على طول. شكرا. من شكرا. ارجعي ورا يا صبا ارجعي. خليكي الناحيه الثانيه يا صبا، خليكي الناحيه الثانيه. يلا يا جماعه لو سمحتوا. يلا صبا لو سمحتي ممكن تقربي من المايك؟ مش هكلمه اهو باشمهندس ولا انا عملت لك كده بس مش اكتر من كده. روقي بقى. يلا يا جماعه. يلا بقى اتفضل. مستمعينا لسه معاكم ومشرفانا منورانا صبا مبارك النجمه الاردنيه الجميله بنتين من مصر. ده الفيلم الجديد انت وزينه، فعايزين نعرف تفاصيل اكتر عن الفيلم. اتفضلي يا صبا. مستمعينا فاصل وهنرجع على طول، والفنانه الاردنيه الجميله صبا مبارك. انا مش فاهم. انا مش عارف ازاي بيعدي من الامن. انا مش عارف. استنى يا صبا خليك هنا. عم بضربوه؟ استنى بليز معلش. لحظه حرام. ليش خلاص يا جماعه خلاص لا يا خلاص لا شو حل عني يا محمد. خلاص تعال تعرف انا مين؟ ماشي تعرف انا مين؟ ده يعني هو ده رد فعلك؟ لا ده الكونسيبت بتاع البرنامج ان احنا ما تدفعي. شو تعالي ده انت اديتينا حلقه جميله يا صبا. كل سنه وانت طيبه. مبسوطة وحياة الله. اصل انا تعمل فيلم على وجهي. شو عادي